أهلا بكم من جديد. بلد غني وشعب يعاني، يقول الأمين العام للأمم المتحدة في أحدث تقاريره، وينفي تقدم سياسي في القضايا الخلافية، ويحذر من تعميق المؤسسات الموازية للانقسام ومن خطورة الإجراءات الأحادية، ويضرب لها مثالا بقرار ميزانية البرلمان وأثره في تقويض الثقة بين أطراف الأزمة وإدامة الوضع الراهن. وفي دائرة أوسع، تحولت البلاد وفق التقرير إلى ساحة تنافس تتجاوز رقعة الوطن بين أطراف دولية وإقليمية مهددة سيادته، ليكتفي غوتيريش بدعوة الفاعلين إلى أرضية مشتركة ومطالبتهم بالامتناع عن المبادرات الأحادية الموازية غير المنسقة. فلماذا تستمر الأمم المتحدة في توصيف الأزمة الليبية دون تقديم حلول، وتعرض المشاكل دون ضغط جدي لمعالجتها؟ ولماذا تنتقد المبادرات خارج نطاقها دون أن تسميها أو أن تقدم هي حتى الآن أي مبادرة؟ ولماذا تصر دول على دعم مؤسسات موازية رغم التحذيرات؟ وإلى متى يصر أصحاب الإجراءات الأحادية على نهجهم، وفي أي مرحلة قد ينفجر الوضع؟ وإلى متى تظل ليبيا دولة غنية بشعب فقير نسبيا؟ هذه الأسئلة وغيرها أطرحها للنقاش في حوارية الليلة بمعية ضيوف الكرام عبر الأقمار الاصطناعية من نصرات، الكاتب الصحفي سيد رمضان معتيق، وعبر سكايب من واشنطن أستاذ العلاقات الدولية والسياسات المقارنة السيد إبراهيم هيبة، وعبر سكايب من إسطنبول معنا مدير المركز الليبي للدراسات ورسم السياسات السيد السنوسي بسيكري. أهلا بك معنا سيد بسيكري، أهلا بك. لو وقفنا عند هذا التقرير من قبل غوتيريش، لوجدنا بأنه لأول مرة تربط الأمم المتحدة منذ غادرة باتيل المستقيل بين توصيف الإجراءات الأحادية وجهة بعينها أي البرلمان. ما الذي يعني ذلك بالنسبة لموقف الأمين العام؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لك أستاذ نبيل ولضيوفك ولكل من يتابع هذه السامحة. المعنى واضح، الإجراء الذي أقدم عليه مجلس النواب أعتقد بأنه أربك المشهد وزاده إرباكا وضاعف من تعقيده. أنت في مرحلة تحاول الأمم المتحدة عبر بعثتها أن تلملم الشعث وأن تقرب وجهات النظر وأن تدفع الأطراف باتجاه حل مشكلة الخلاف حول الأساس الانطلاق للانتخابات. الوضع خلال الأيام القليلة الماضية تفجر بشكل مقلق، وظهرت مواقف وخيارات ديدامية أكثر منها اتجاه إلى تقارب وإلى تخفيف الاحتقان الراهن. وفي رأيي الشخصي ما تحتاجش خبير لكي يشعر بالقلق، والأمم المتحدة معنية بهذا الموضوع. هي الأمم المتحدة في رأيي الشخصي وبعثتها تواجه أزمة حقيقية في حالة مراوحة طالت لفترة في رأيي الشخصي ربما أكثر من مراوحة البعثات السابقة ورئاسات البعثات السابقة، عاجزة تماما من على تحقيق حد أدنى من الاختراق في المسار السياسي، وبالتالي يجب أن يشعر باتيل بهذا غوتيريش بهذا القلق. وبالتالي مسألة البعثة وما الذي صنع حالة العجز أو عدم القدرة على الفعل على الأقل في تعطيهم الحالة الليبية الآن. لكن أنا سؤالي متعلق بالربط تحديدا، أن تربط البعثة بكل الإجراءات الأحادية المتعلقة بجسم البرلمان لوحده، هل هذا تطور بالنسبة لموقف البعثة في نظرتها لمختلف الأطراف؟ في ثواني إن تكرمت حتى لا أعتقد، لا أعتقد بأن المقصود من تحميل مجلس النواب المسؤولية الكاملة وبالتالي اتخاذ إجراءات ضاغطة عليه للتراجع عن مساره وتصحيح الوضع. أنا أعتقد بأن البعثة والأمم المتحدة في رأيي الشخصي أضعف وأقل اهتماما من أن تركز بهذا الشكل، ولكن الخلل واضح. ما أقدم عليه مجلس النواب فعلا أثار قلق كبير جدا في الداخل والخارج، وبالتالي من المنطقي أن يكون حديث غوتيريش بهذا الشكل، لكن لا أعتقد بأنه تطور له ما بعده على مستوى الأفعال.
وبالتالي سيد إبراهيم هيبة حتى وإن كان سيد بسيكري يرى بأنه هذا ليس بالأمر الجديد وليس تطور، لكن في نظر كثيرين هو سابقة بالنسبة للمنظمة الأممية. هذه الإجراءات التي يقول عنها غوتيريش في تقريره بأنها تعمق الانقسام، تقوض الثقة بين الأطراف التي تبقي الوضع الراهن كما هو عليه رغم كل هذه التحذيرات الأممية المتتالية، لكن سؤالي حول تفسيرك لماذا تلجأ بعض القوى السياسية إلى اتخاذ إجراءات أحادية تعمق حالة الانقسام في هذا البلد رغم كل هذه التحذيرات التي تعبر عنها البعثة الأممية وحتى المنظومة الأممية ككل؟ أهلا بك سيد نبيل وأهلا بضيوفك الكرام وكل المشاهدين. الحقيقة يعني خلينا نقول أن البعثة الأممية، ونتفق مع زميلي دكتور سنوسي على أنها ضعيفة، ولكن قبل ما نجيبك على السؤال، هو السؤال يطرح نفسه السيد الأمين العام للأمم المتحدة، يعني توجه بهذا التقرير إلى مجلس الأمن، والمجلس الأمن هو منقسم وهناك خلافات داخل مجلس الأمن كبيرة، وبالتالي هي الشكوى لمن؟ يعني إذا كان مجلس الأمن أو كلف بعثة أممية في ليبيا من أجل مساعدة الليبيين في إيجاد قواسم مشتركة من أجل إعادة الشرعية للشعب الليبي والذهاب إلى انتخابات جديدة، ولكن هذه البعثة اللي فوضتها الأمم المتحدة وفوضها مجلس الأمن حتى الآن باتت عاجزة عن فعل أي شيء، وخصوصا المبعوثة الجديدة هي لم تقدم أي شيء حتى الآن، ويبدو لأنها عاجزة حتى على فهم المشهد السياسي، هذا على الأقل تقدير من خلال سلوكها الظاهر في خلال 5 أشهر السابقة. نجول لسؤالك وهو التصرفات الأحادية. الليبيا تعيش في فوضى، احنا الجميع يعني اعتقد لا يوجد خلاف ما بين الليبيين على ان كل القوى السياسيه هي منتهيه الولايه وانها عباره عن قوى سياسيه امر واقع، وبالتالي هناك خلافات وهناك اتفاق ضمني بين القوى السياسيه والرغبه في البقاء في المشهد السياسي. انا اعتقد ان هذا ربما يكون قاسم مشترك ما بين كل القوى السياسيه، انها لديها رغبه في البقاء في المشهد السياسي، ولكن داخل في إطار هذا الرغبة في البقاء في المجلس السياسي هناك أيضا رغبة أخرى في تحجيم بعض القوى السياسية أو محاولة رسم، لأن الجميع يعرف أن هذا المشهد لن يستمر، وبالتالي هناك رغبة حقيقية وهناك مصلحة في أن يكون للقوى السياسية دور في رسم مستقبل العملية السياسية في ليبيا، وبالتالي هناك أطراف بما أن المعادلة المطروحة للتغيير السياسي هي معادلة صفرية، ودائما نتكلم على هذه المسألة عن أن الكاسب يكسب كل شيء والخاسر يخسر كل شيء، ما فيهاش مستوى من المشاركة السياسية، فبالتالي الكل خائف من الآخر، وبالتالي كل يحاول أن يحيد الآخر. من الأكثر مسؤولية عن هذا الواقع الذي تحولت فيه إلى 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 الإجراءات الأحادية يتم العمل عليها بشكل متتالي؟ من الأكثر مسؤولية من كل أطراف الأمر الواقع كما تعتبرها؟ أنا صدقا أنا أحمل مسؤولية للشعب الليبي، ربما إجابتي غريبة شوية، ولكن أنا أعتقد أن الشعب الليبي هو يعني المعني بالوضع في ليبيا. أنا أعتقد أن يبدو لأن الشعب الليبي إما راضي بما هو موجود، لأنه لا توجد أي تحركات في الشارع، لا توجد ضغوط على القوى السياسية من أجل إحداث تغيير، أو أن الشعب الليبي يعني زي ما تقول يعني ابتعدت من المواجهة، يعني ابتعدت من مواجهة الأجسام السياسية المنقسمة التي توصف بأنها مهترئة، وذهبت مباشرة إلى الشعب وإلى الشارع وهو التي تحمل المسؤولية بما أنه شعب مغلوب في نهاية المطاف، هو يعيش حياة مأساوية نتيجة هذا الاشتباك السياسي. نعم، هو سيد نبيل، القوى السياسية لديها مصلحة في البقاء في المشهد السياسي، ووجدت الفرصة في ظل هذه الفوضى، في ظل غياب آليات دستورية واضحة تحدد آليات التداول السلمي على السلطة، في ظل غياب قوة أمنية موحدة في البلاد، في ظل غياب جيش موحد، في ظل تدخلات خارجية، في ظل ظروف كثيرة ساهمت وساعدت هذه القوى السياسية في البقاء في المشهد السياسي. الذي تقع عليه مسؤولية التغيير في تقديري هو الشعب. إذا لم تكن هناك قوة شعبية وطنية حقيقية تضغط على هذه القوة السياسية، أنا لا أتحدث عن التغيير يا سيد هيبة. التغيير أنا سؤالي واضح بأنه متعلق من صنع هذا الواقع الذي هو مليء بإجراءات أحادية،
أكثر مسؤولية من قبل الجميع بلا استثناء. الجميع شارك في اتخاذ إجراءات أحادية من أطراف مختلفة، والكل ساهم في تعقيد المشهد السياسي، ولا يوجد ولا يمكن أن تحمل المسؤولية على طرف سياسي بعينه دون الآخر. أنا أعتقد أن الجميع لديهم مصلحة في البقاء في المشهد السياسي. هذا حياد سلبي يا سيد إبراهيم. ليس حياة سلبي، هذا إجابة حقيقية بدون الانحياز إلى طرف دون آخر. سؤالي واضح، لا تستطيع أن تحدد جسم بعينه أكثر مسؤولية من غيره. لا يناقشك الكثيرين بأنه الكل مسؤول، لكن هناك بالتأكيد طرف بعينه هو أكثر مسؤولية، تحمل هذا الواقع في عجالة حضرتك السيد رمضان. هذه مجرمان صعبة شوية، هذه عملية قياسية صعبة، هذه نحتاج إلى داتا بيس ونحسبه وندير كودينج باش نطلع منه اللي أنت أكثر من اللي أقل. يعني الأمر يحتاج إلى داتا بيس حتى نحمل الشعب في المقابل؟ لا، أنا أحمل الشعب مسؤولية عدم دفع الأطراف السياسية للتغيير. أنا أعتقد أن القوى السياسية الموجودة اليوم في المشهد السياسي الليبي لا ترغب في التغيير ولن تحدث أي تغيير طالما غاب الشعب عن المشهد السياسي. وأنا أعتقد أن المعادلة بكامل غايب عليها العنصر المهم هو الشعب. الشعب الليبي يعني راضي أما عاجز، والقوى السياسية يعني تسرح وتمرح زي ما نقوله. نعم، أما مسؤولية القوى السياسية، أنا أعتقد أن الجميع مسؤول يعني عن ما وصلت إليه البلاد اليوم من انقسام، من فساد، من اهتراق، من تدخلات خارجية، من انتهاك لسيادة الدولة الليبية. واضح تماما سيد هيبة. سيد ميتيق، يبدو أنه من حديث سيد هيبة يقسم المسؤولية على الجميع، حتى الشعب أدخله في معادلة المسؤولية أو في الحسابات على أنه هو أيضا يتحمل مسؤولية هذا الواقع الذي هو فيه كثير من الإجراءات الأحادية، حتى وإن أشار إليها غوتيريش في 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 تقريره. وبالتالي أمام هذا التشخيص المرتبط أيضا بعجز البعثة والمنظومة الدولية الأممية في إدارتها للحالة الليبية المتردية الآن، ما الذي صنع هذا العجز في تقديرك؟ مساء الخير نبيل، مساء الخير أستاذ سنوسي وأستاذ إبراهيم ولكل المشاهدين الكرام. حقيقة ما ذكر الأستاذ إبراهيم فيه كثير من الوجاهة، أنا قد أختلف في جزئيات صغيرة. يعني بطبيعة الحال يعني الواقع الحالي يعني الشعب الليبي لا يمكن أن نخلي مسؤولية من هذا الأمر. يعني من صنع هذه الأجسام ومن انتخبها في سنة 2014 وسنة 2012 ومن سكت عليها ومن يشاهدها وهي الآن قد فقدت المشروعية، بطبيعة الحال يتحمل جزء من المسؤولية وإن كانت ليست المسؤولية الكاملة كما ذكرت. الأمر الآخر يعني الشعب الليبي يتضمن منظمات مجتمع مدني غائبة، يتضمن أيضا أحزاب سياسية قبلت أن تكون مهمشة وخارج اللعبة السياسية بشكل غريب. أيضا يعني الحراك السياسي غير موجود، الشارع أعتقد أنه فقد معناه، لم نشاهده بشكل فاعل منذ شهر 7 في سنة 22. فبالتالي يعني الشعب الليبي يتحمل جزء كبير من هذه المسؤولية، لكن مع ذلك أنا سوف أحدد وبشكل خاص من الأكثر الأطراف السياسية الشريكة في العملية السياسية مسؤولية في هذا الجمود الذي يتحدث عنه غوتيريش الآن ويصفه بإجراءات أحادية. عقيلة صالح تحديدا هو الشخص الأكثر تورطا في تعقيد المشهد السياسي الليبي، ومن ثم رئاسة مجلس النواب وبعض الأعضاء المعرقلين يعني للعملية السياسية داخل مجلس النواب، ولو شئت حتى يتم تسميتهم يعني هذا التيار الموالي لعقيلة صالح، والذي يعني بنصاب لا تجاوز أحيانا بضعة أرقام، لا تتجاوز حتى أصابع اليد، يمررون قوانين انتخابية، يختارون حكومات، يحاولون إرباك المشهد، يعتمدون ميزانيات، يسيرون في نهج أحادي. الأمر الآخر وهو الأهم وهو ما نستشفه من التقارير للأمين العام للأمم المتحدة وهي الدول الإقليمية وتدخلها السلبي في العملية السياسية الليبية. لاحظ بأن الحديث ينصب سنأتي إليه يعني حول هذا التدخل الإقليمي بل حتى هو لدينا هذا المحور نناقشه بشكل مفصل، لكن حتى نبقى فقط النقاش نأخذ هذا التقرير كل حزمة على حدة، ومن ثم سنأتي إلى بقية النقاط التي الآن أنت تطرحها. اسمح لي ننتقل للسيد بسيكري حول هذه الدعوات الأممية المتتالية بالتخلي عن المبادرات الموازية، عن الإجراءات الأحادية، يبدو أنها لا تلقى أذان صاغية. ما الذي يجعل هذه الأطراف المحلية تتجاهل
كل هذه الدعوات؟ هو أولا حالة الانقسام التي تتعمق يوما بعد يوم، والأزمة عندما يفتقد من يشرفون عليها القدرة على غلق المساحات الواسعة فيها وتقريب وجهات النظر وتوحيد على الأقل المواقف في قضايا أساسية وكلية تشكل مدخل حل الأزمة، عندما يغيب ذلك ويكون الحال أو المواقف هي النقيض فالأزمة تتعمق أكثر، وكلما تتعمق الأزمة أكثر ينكفي الأطراف على أنفسهم، بمعنى يتشبثون بمسائل تعمق الأزمة أكثر، متعلقة أصلاً بالجهة والإقليم والمصالح الخاصة بالفئة الضيقة التي تقود الطرف السياسي شرقاً وغرباً وبالتبع جنوباً. أنا أعتقد بأن الإشكالية الرئيسية تدور حول موقف البرلمان، غالبيته يعني أعداد كبيرة منهم، وهو القناعة بأنهم سلطة تشريعية كاملة الصلاحيات ولا تعقيب عليها، ما زالوا متشبثين بهذه الفكرة برغم أنهم أقروا اتفاقات سياسية جعلت هناك شريكا سياسيا معهم في قضايا حيوية متعلقة بإدارة الأزمة، لكنهم يعودون ويتنكبون بقيادة طبعا رئيس المجلس أعتقد وفواعل فيه. هذا الإشكال ما زال هو الذي يعقد الأزمة الليبية. الناس تعتقد بأنهم مجلس نواب كامل الصلاحية كامل النفوذ وله أن يدير المشهد الليبي على مستوى التشريع ووضع السياسات العامة بشكل مستقل باعتبار أنه مجلس نواب المنتخب. لاحظ بأنهم يعني عقيلة صالح عندما أقدم على ما أقدم عليه مؤخرا منطلق من هذه الفرضية أنه هو الجسم التشريعي المنتخب الوحيد وأن كل الأجسام الأخرى استثنائية عمرها مؤقت وبالتالي له الصلاحية الكاملة في أن يلغيها من الوجود. هذا يدمر ويقوض اتفاق سياسي أمد أصلا من عمر البرلمان. إن لم يغير هؤلاء الناس هذه الفكرة في عقولهم الأزمة إلى امتداد وإلى تعمق أكثر ولا أفق للحل. لاحظ أن احنا ندور نقترب شوية بسبب ضغوط ربما محلية والأكثر منها خارجية، ولكن يعود الطرف في رأيي الشخصي الطرف الآخر للكرة من جديد وليتفرد بجزء من إدارة الأزمة سواء على مستوى التشريع. لكن النقطة كانت متعلقة بالمبادرات الموازية، المبادرات التي هي خارج الإطار الأممي والتي تتحفظ عليها الأمم المتحدة مرارا وتكرارا، حتى ما قاله باتيلي فيما مضى عندما عقدت الاجتماعات في القاهرة برعاية الجامعة العربية اعتبرها إجراء محادي. طالما أن هذا الأمر لا يحظى بالدعم الأممي، لماذا تتشجع الأطراف إلى الخوض أو إلى تقديم مثل هكذا مبادرات في كل مرة؟ أنا بدأت لك بالحديث من أن الانقسام يعني اقترب من العظم، ويدرك الأطراف المعنية بإدارة الأزمة من أن المجتمع الدولي يعني تأثيره على المعادلة السياسية ليس بقوي، حتى عندما في فترات معينة ينجح في جمع الأطراف حول مبادرة معينة عمر هذه المبادرة لا يطول. شوف أنت من الاتفاق السياسي الصخيرات من 2015 ونحن أكرر المفر مبادرات يجتمع عليها الأطراف، ربما تضعها أجسام جديدة موازية أو تتفق عليها الأجسام المعنية بالاتفاق السياسي، ولكن تقع الأزمة من جديد، يتفجر الوضع من جديد، وماذا ينقل الأزمة إلى مرحلة جديدة من التعقيد. شوف اليوم حديث اليوم بين الأطراف السياسية حديث معقد جدا، عندما عقيل صالح يقول لك والله خلاص صلاحيات المجلس على القوى المجلس على القائد العام للقوات المسلحة عندنا، أنت هيك خلقت أزمة جديدة. يعني أنت ممكن تعلن حرب إذا كانك أنت مستعد وفي أطراف خارجية إقليمية أو دولية تريد ذلك، فأنت معناها تمهد من ناحية قانونية وإن كانت غير صحيحة إلى تفجير الوضع إلى انتقال به إلى تصعيد أخطر مما هو موجود اليوم. فأعتقد بأن حالة الانقسام باتت أكثر تعقيدا. طيب. وأن البحث عن توافقات شوف اليوم مهمل موضوع الانتخابات.
ومهمل معالجة القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية والتركيز والمتجه حتى الأطراف الدولية اتجهت إلى ذلك، غير الحكومة مشركي تقاسم واضح تماماً المالية. هذه الملفات الأساسية. هذا شو معناها عندما تترك، لو سمحت لي يا نبيل في عجالة فقط حتى نقسم الوقت بشكل دقيقة عام. فقط لا يكبرك دقيقة، عندما تترك الأساس الذي يعالج الأزمة وهي مشكلة الأساس الدستوري والقانون تتركه وتبدأ تناقش في قضايا أخرى وهي صراع حول القرار المالي والقرار السياسي، فأنت تذهب بالأزمة إلى المجهول، ما تحلش لست متجه إلى حلها. وبالتالي سيد إبراهيم هيبة، عندما نتحدث عن هذه المبادرات الموازية التي هي منزوعة الدعم الأممي عبر البعثة الأممية في ليبيا، لماذا تتشجع الأطراف إلى خوض مثل هكذا مبادرات لا تحظى بالدعم الكامل حتى تحقق الشرعية أو تحقق الرضا الدولي على الأقل؟ بسبب عجز أستاذ نبيل، بسبب عجز البعثة الأممية. البعثة الأممية كلفت لمساعدة الليبيين وعجزت عن مساعدة الليبيين، وبالتالي خرجت مبادرات موازية. هذه المبادرات الموازية ليس بالضرورة أن تكون لصالح الليبيين أو تكون فعلا يعني فاعلة في حل الأزمة الليبية، ولكن الواقع يقول أن في دول لديها مصالح في ليبيا، وهذه المصالح متعلقة بالجانب الاقتصادي بالدرجة الأولى، وبالتالي اللي يهم هذه الدول بالدرجة الأولى هو مساعدة الليبيين على تقاسم واردات النفط. مثلا منطقة برقة وفزان فيها يعني تحقق فيها الأمن بشكل كبير، ومسيطر عليها الجيش الليبي وفي حكومة موحدة في المنطقة هذه، فبالتالي بدأت مسيرة نوع من التنمية، وفي شركات أجنبية بدأت تشتغل في هذه الدول اللي عندها شركات تشتغل في برقة وفزان. مصلحتها أن يكون في استقرار، مصلحتها أن تأخذ هذه المنطقة حقها من واردات النفط، تستفيد شركاتها ولا. لكن مسألة التغيير السياسي هذه تهم الليبيين، ما تهمش تلك الدول، وبالتالي بما أنها لا تهم تلك الدول وتهم الليبيين، والليبيين غائبين عن المشهد السياسي كما قلت لك أنا في حديثي السابق، وغير موجودين في المعادلة السياسية، بالتالي تكلم للصبح أنت عشان تقول يعني عارف. فبالتالي أنا أعتقد في تقديري أن المشهد، شوف نحن يعني أحيانا نتحدث بطريقة أعتقد أنها غريبة، نتحدث وكأن ليبيا دولة ديمقراطية، وأنا دائما أقول في الكلام هذا وكأن ليبيا دولة ديمقراطية، أو إحنا حطينا القطار على سكة التحول الديمقراطي. هذا الأمر غير موجود، ما نعيشوش خيال. ليبيا لا يمكن أن تتحول إلى دولة ديمقراطية وفق الظروف الموضوعية والتاريخية والثقافية المجتمعية. ما هو النموذج الأقرب إليها الآن؟ ما هوش تصور مني أنا أو رغبة مني أنا كيف ما نحب أنا. لا هو المسألة مش مسألة الإعجاب أو الحب يا سيد إبراهيم، طالما أنه أنت تقدمت فرضية. نقول لك الدراسات السياسية تقول أن ليبيا تتجه نحو نظام حكم استبدادي آخر، أي ما فيهاش نقاش وفق الدراسات السياسية الإمبريقية. من يقود هذا العربي اللي هي الكوانتيتيف ستديز، يعني هذه كلها تثبت أن الظروف اللي تمر بها ليبيا أشبه بدول كثيرة حدثت فيها أحداث مثل حدث في ليبيا ورجعت إلى مربع الاستبداد. من سيقول هذا النموذج؟ السؤال يطرح نفسه، هو العرب قبل الحسان والحسان قبل العرب؟ هل نحن نريد الدولة أولا أم نريد أن نقول من سيقود هذا النموذج سيد إبراهيم؟ هذا النموذج الذي تتصور كثير من الدراسات على أن ليبيا مقبلة عليه أو ستعود إليه مرة أخرى، من الذي سيقود هذا النموذج؟ المجتمع سينتج نظام استبدادي جديد. المجتمع الليبي لا يطالب بالديمقراطية، طلع لي أنت قوة ديمقراطية واحدة في ليبيا، نبيك أنا مش الشعب، طلع لي قوة وطنية ديمقراطية في ليبيا، حزب بكي ديمقراطي ولا مجموعة ديمقراطية طالبوا بنظام ديمقراطي ولا حتى يفهموا شو معنى الديمقراطية. أكد لك أنه ما فيش. أنا على تواصل مع نخب كثيرة والله ما يفهموا شو معنى الديمقراطية. الديمقراطية يربطوا فيها بالانتخابات، يعتقدوا أن هو المسألة مختلفة يا سيد إبراهيم، هي ديمقراطية. يعني المسألة مختلفة ما بين فهمهم للديمقراطية ولهذا النموذج في الحكم، وبين أنهم لا يرغبون الديمقراطية، وكأنك تقول يرغبوا في نموذج آخر. هذا ما تود قوله؟ الديمقراطية سيد نبيه هي عملية تنموية، هي عملية تنموية development، ما هيش نبت يعني وصفة سحرية نحوله نظام استبدادي ونقوله خلاص بكرة بنولوا ديمقراطي. لا، العملية الديمقراطية دولة كيف تكون دولة ديمقراطية بدولة
تعتمد على النفط والغاز 90-95%. الشعب ما يدفعش الضرائب، شعب يعني تصرف عليه الحكومة توكل الشر فيه. أنت لو يوقفوا البترول لكن لدينا نموذج سابق على المشروع هتموت الشر أنت برغم أنه رغم أنه النموذج الاقتصادي الريعي هو مستمر، لكن هذا النظام السابق تار عليه الشعب فيما مضى، أسقطه حتى وإن كان بطريقة عسكرية. ولماذا تعتقد لم تكن الدوافع الديمقراطية أستاذ نبيل؟ أنا أؤكد هذا الكلام، لم تكن دوافع الشعب دوافع التحول الديمقراطي، الدوافع كانت مختلفة. الدوافع هو أن نريد نموذج كنموذج دبي والدوحة. هذه أحد الشعارات، هذه أحد الشعارات التي لا تعبر عن أجسام أو عن تكتلات أو على عامة من خرجوا. ربما هناك طيف قد يرى هذا النموذج وهو الدافع الحقيقي الذي دفعه إلى الخروج، لكن في المقابل هناك أطياف أخرى تطالب بالحرية. الدليل على أننا لنا 13 سنة فشلنا في وضع العرب على القاطرة على السكة، زي ما يقولوا القاطرة على السكة لبناء نظام ديمقراطي. أنا أتمنى، أنا أؤمن بالديمقراطية وأعرف ما هي الديمقراطية ودارس علم سياسي ونفهم كويس الموضوع وعايش دولة ديمقراطية، ولكن نحن حتى الآن عجزنا أستاذ نبيل حتى على التفاهم على الأسس البسيطة لبناء نظام ديمقراطي. الديمقراطية هي مسؤولية، ما هي غير فقط هي حلم ووهم نعيش فيه. وبالتالي نحن نعيش في دوامة اليوم، وهو أنا أعتقد أن أكبر تحدي يواجه الدولة الليبية يواجه الليبية هو 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 حياة الدولة الليبية. أنا أعتقد أن حياة الدولة الليبية ووحدتها في خطر حقيقي، خطر حقيقي يجب أن يدركه الليبيين، يدركوا الليبيين أن ليبيا ووحدتها وأمنها واستقرارها وقيام الدولة في خطر حقيقي. واضح تماما. وأعتقد أن أن تقسيم الدولة الليبية وضياع هوية الدولة الليبية يعني أمر ممكن بشكل كبير اليوم. واضح تماما. لا أحد يدري إذا كان هو فشل حقيقي مثلا التحول نحو نموذج ديمقراطي حتى وإن لم يكن مثالي بقدر كبير، أم هو حدث نوع من الإفشال، سواء كان بإعاز إقليمي دولي ربما تماهت معهم أطراف محلية في ذلك. على كل هذه نقاط مهمة، لكن نسمح لي ننتقل للسيد أحمد سيد رمضان معيتيق فيما يتعلق بمسألة أنه طالما هي الأمم المتحدة اليوم ومرارا، ليس اليوم الموقف ليس وليد اللحظة، قلقة ممتعضة من مسألة هذه المبادرات الموازية من قبل دول بعينها تربك حسابات البعثة الأممية، ما الذي يجعل البعثة لا تأخذ خطوات حازمة تجاه مجابهة مثل هكذا نوع من المبادرات التي يربك حساباتها دوما؟ نعم، أولا بالنسبة لبعثة الأمم المتحدة لا تملك إجراءات حازمة تجاه أي من الدول الأعضاء في المجموعة الدولية. من يملك هذا الأمر هو مجلس الأمن، وبالتالي سواء الأمين العام أو بعثة الأمم المتحدة للدعم لا تملك إلا تقديم الإحاطات أمام مجلس الأمن، والأمر تتركه جملة وتفصيلا لمجلس الأمن للتصرف مع بعض التصرفات والتجاوزات التي قد تبدو من بعض الأعضاء في المجموعة الدولية. فهذا أمر. الأمر الآخر وهو أن هذه التصرفات الوحدية يعني في العادة هي تصرفات إقليمية، يعني أركز حتى أن في التقرير الذي قدمه غوتيريش اليوم هو يعني دائما ما يسبق القوى الإقليمية والتدخلات الإقليمية على القوى الدولية والتدخلات الدولية في المشهد السياسي الليبي. بالتالي يعني هذه القوى الإقليمية تتداخل بشكل سلبي لعرقلة العملية السياسية، لإحداث نوع من الخطوط الموازية والمبادرات الموازية للخط الذي تسير فيه بعثة الأمم المتحدة للدعم وممثلها. لكن أيضا لاحظ بأن التدخلات الإقليمية تعتمد على دبلوماسيات قوية، تعتمد على خبرة متناهية في القانون الدولي، وبالتالي ترتكز على نقاط هشة في الاتفاق السياسي الليبي كما حصل في التفسير. يعني نعرف أن كل النصوص الصادرة من مجلس الأمن والقرارات الدولية يعني يعقبها تفسير، وتختلف تفسير هذه القرارات وهذه النصوص من دولة إلى دولة. بالتالي التفسير الروسي المصري للاتفاق السياسي في الصخيرات
وتركيزهم على مسألة الملكية الليبية بأن تكون مقترنة فقط عند مجلس النواب المجلس الأعلى للدولة، وما شاهدناه في مؤتمر القاهرة ما بين وزير الخارجية الروسي والمصري، يعني هي اعتماد على نقاط هشة جدا في الاتفاق السياسي الليبي ومحاولة خلق منها مسار سياسي موازي، وبفعل استطاعوا يعني حول هذه الجزئية أن يخلقوا في فبراير الماضي أو ما قبل الماضي مسار سياسي للاتفاق الذي كان يعتزم عبد الله باتيلي القيام به، وفعلا أجبروه على التريد وأفسح المجال للجنة 6+6، وشاهدنا كيف أنها أخذت الكثير من الوقت وعطلت العملية السياسية بشكل كبير. أيضا تعتمد على ليست فقط النقاط الهشة في الاتفاق السياسي الليبي، تعتمد على الأسام الهشة وعلى الوضع الهش. لاحظ الآن أن الأسام التي اعتمدت عليها سواء المجلس الأعلى للدولة الآن أصبح شبه مفتت بالكامل، بالتالي ما يقوم به عقيلة صالح الآن ليس كما يصفه البعض في غرب ليبيا بأنها مجرد إجراءات لا يمكن أن تأتي بنتيجة، بالعكس هذه يعني بطريقة ناعمة سوف تكون مؤثرة دوليا، لأن هنا هذه الحزمة من الإجراءات التي قام بها عقيلة صالح وكذلك المصريين من خلفه يعني بدأت باستقبال للحكومة الموازية، أيضا تدخل الجامعة الدول العربية، ثم هناك أيضا مسار حول البرلمان العربي سوف يلجأ له عقيلة صالح. مسألة إعادة سيناريو الثقة للحكومة الموازية وكذلك مسألة إنهاء المراحل السياسية وعدم وجود أطراف شريكة لعقيلة صالح يعني من خلال الانقسام اللي حصل في طرابلس في المجلس الأعلى للدولة، كل هذه سوف يعتمد عليها السيناريو المقبل. نعم. الذي تجهز له هذه الدول الإقليمية التي أصفها هنا ليست مصر لوحدها بل مصر وروسيا وتركيا داعمة لهذا الأمر، وسوف نتفاجأ تماما خلال الفترة. سيد بسيكي، الآن إلى النقطة الدولية المتعلقة بحالة التدخل في الشأن الداخلي الليبي من قبل أطراف إقليمية ودولية، حتى يقول غوتيريش بأن الوضع تطور من أبريل الماضي إلى اليوم جعل ليبيا ساحة تنافس دولي وإقليمي تتجاوز الوطن، ما هي طبيعة المعطيات التي صنعت هذا الواقع الجديد على الأقل في مسألة تزايد حالة التدخل والتنافس ما بين الأطراف المختلفة؟ يعني بالتأكيد سأعرج على موضوع التحول الديمقراطي ولا شجون، فتسمح لي أستاذ نبيل أن أعلق تعليق بسيط على قدم به. أنا نبي نقول شيء يا أخوانا، ليبيا في 1952 لم تكن ليبيا، لا من الناحية السياسية ولا من الناحية الجغرافية ولا من الناحية الاقتصادية ولا من الناحية الاجتماعية ولا الثقافية، لم يكن هناك شيء تقريبا. البلد مصنف خامس أو سادس أفقر بلد في العالم، ما في شيء يعني منتظم رسمي يجمع الأقاليم الثلاثة، ما فيش أي مؤسسة يمكن أن تقول عليها مؤسسة ليبية، ما فيش. في 1952 عندما تم الاستقلال وتشكلت أول حكومة مؤقتة لم يكن هناك مؤسسة يمكن أن تقول عليها ليبيا، مؤسسة النفط ولا مصرف مركزي ولا مصرف تجارية ولا حكومية خاصة يعني تنسب إلى ليبيا، ولا في جامعات ليبية ولا فيه، لم يكن هناك شيء على الإطلاق. وكان الفقر يعني البلد كان خارج من مجاعة، لكن صار منها بكل التحديات اللي كانت تواجه فيها، كان في استعمار أخرجتها قوى مستعمرة أخرى ثبتت نفسها في البلد، وهناك الجغرافيا المختلفة والإشكاليات الجهوية اللي ضاربة أطنابها واللي كانت جزء من الخلاف الكبير اللي وقع قبل حتى 1951. كل التحديات السياسية المحلية والخارجية الاقتصادية المعقدة جدا الاجتماعية الثقافية الجهوية لم تحل دون أن تتأسس دولة ويصبح لك مؤسستك الليبية، مصرفك المركزي، مؤسسة الوطنية للنفط ومصارف ومنتظم سياسي فيه ما فيه من إشكاليات، نعم، لكنه منتظم سياسي قائم، برلمان، مجلس أمة، حكومات إقليمية إلى 63، ثم انتقلنا إلى الحالة المركزية
الاقتصاد انطلق انطلاقة صاروخية بعد 1964. في 5 سنوات من إنتاج النفط أصبح ليبيا في 69 تنتج 3,220,000 برميل، وأصبح القطاع الخاص يستوعب عدد كبير جدا من الناس اللي بدأت عندها قدرة على العمل، وأخذ القطاع الخاص بعده إلى 79 ليشكل جزء من التدافع الطبيعي اللي يشكل الأساس أحد أسس الانتقال الديمقراطي. وحالة الحريات لا بأس بها. نحن كفأنا على هذه الحالة ودخلنا من 79 في نظرية عقدت من حالة التطور التنموي في بعد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وكذا. جينا بعد فبراير حاولنا أن نغير هذا الوضع. إشكاليتنا الرئيسية أستاذ هيبة أن النخب اللي معنية بقيادة مرحلة الانتقال هذه ومواجهة التحديات للبعد السياسي الأمني العسكري الثقافي التخلف الموجود كانت جزء من التخلف ولم تكن جزء من الحل. كانت تدرك بأن الانتقال الديمقراطي له اشتراطاته، والانتقال الديمقراطي في أحد مقومات الرئيسية النخبة مدركة لأساس الانتقال واشتراطاته ومقوماته وتندفع بقوة بها. لا، هذه النخبة الراشدة في علمها وشهاداتها ورطتنا في قصة الخلاف الجهوي والنزوع الجهوي. بعدين في مرحلة معينة نخب كبيرة جدا قادت نضال في مرحلة معينة قبل 2011 رأت بأن تدعم مشروع عسكري، اليوم هي نفسها صرح بأنها وحلت فيه وأنه أصبح عائق من عوائق الانتقال الديمقراطي على الأقل في المناطق اللي يسيطر فيها في الشرق. والنخب اللي في الغرب لم تستطع التعامل مع الحالة المعقدة الأمنية والعسكرية إذا نصل لنتيجة أن التحول الديمقراطي في ليبيا أفشل في هذه الحالة، ما يفهم أنا اللي بيقول لي بأن أشوف النخب وهو جزء من هذه النخب كانت جزء من الإشكال اللي وقع. بدل ما نحن نتوحد حول اشتراطات التحول الديمقراطي ومقوماتها، لا لا لا، اللي خضاها دكتور وخضاها بعد القبل، دكتور كبير جدا وخضتها الجهوية على حساب الانتقال الديمقراطي واشتراطاتها العلمية الصحيحة، دكتور وعايش في 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 برا وفاهم أساسات الديمقراطية، قالك لا لا خلي الجيش يفعل ما يشاء، خليه يفعل ما يشاء. إذا في المحصلة الأمر أفشل حتى وإن كان بأذرع نخبوية إن صح التعبير هنا، وبالتالي من يتحمل المسؤولية في هذه الحالة وفق ما يفهم من كلامك على الأقل إن النخبة بالدرجة الأولى للشعب، أو حتى نقول قبل الشعب. الشعب تقود نخبة. هذه النخبة في ليبيا عاد يراجع حالتها. مشاريع التأزيم اللي وقعت من 2012 وتعال قادتها نخب درجتها عليا جدا وتفهم اشتراطات التحول الديمقراطي، لكنها نزعت نزوع شخصي حتى نغلق القوس. جهوي حزبي سمي ما شئت. هي اللي ورطتنا وانحرفت بنا عن أساسات كان في عن فرصة مش أساسات. فرصة الانتقال الديمقراطي أتيحت بعد 2011. نعم. لكن النخب هي التي انحرفت بنا في اتجاهات اللي يطبل العسكري واللي يطبل الجهوية واللي يطبل القبيلة واللي يطبل التوجه الديني متطرف ومتشدد وسمي ما شئت. كيف ضاعت؟ الشعب يقود نخبة. الشعب لم يجد نخب تقوده. لا في 2011 المجلس الانتقالي مع تقدير الله رئاسته وأعضاء الرئيسيين ما كانوش عندهم رؤية كيف ينطلقوا بنا الانطلاقة الأولى. وانحرفوا تحت الضغوط اللي عدت. وبالتالي واضح واضح تماما ماشي الى اليوم. والنخب اللي اليوم امام نخبه تغرد خارج عن عناوين الديمقراطية بعيده كل البعد عن مسار الانتقال الديمقراطي ومتجهه الى مصالح خاصه ومتجهه الى نزوعات خاصه وواقعه تحت ضغوط. واضح تماما سيد السكري، اسمح لي ننتقل. السيد ابراهيم هيبه، فيما يتعلق بمساله هذا التدخل الاقليمي، حاله التنافس التي يصفها غوتيريش في تقريره، لماذا تبدو البعثه في كل مره عاجزه عن الحد او محاصره دعني اقول هذا التنافس الاقليمي الذي يعتقد الرجل بانه تنافس تجاوز حدود ليبيا في النهاية؟ نعم سيد نبيل، ولو تسمح لي في تعليق بسيط على الدكتور سنوسي، أنا لا أختلف معه فيما قال. والله لو كنت نعرف أن الموضوع هو شيق لهذه الدرجة كنا غيرنا الحلقة منذ البداية وفتحناها لمسألة التحول الديمقراطي في ليبيا. طيب أسمح لك بالتعليق، أسمح لك بالتعليق، ومن ثم أعود إلى سؤالي مرة أخرى حتى لا نغادر. نعم. موضوع الحلقة. نعم. تفضل. نعم هو للفائدة، يعني أنا أتفق مع الدكتور سنوسي أن النخب
يعني لها دور سلبي كبير في إفشال عملية التحول الديمقراطي في ليبيا. ولكن قبل النخب هناك مقومات أخرى غير موجودة في الديمقراطية أستاذ سنوسي. أنت أشرت مثلا اكتشاف النفط، اكتشاف النفط كان كارثي على عملية التحول الديمقراطي، لم يكن عاملا مساعدا، النفط ليس عاملا مساعدا للتحول الديمقراطي، بل حول آليات الإنتاج من إنتاج القطاع الخاص والمصانع واللي هي أساس يعني كبير في عملية التحول الديمقراطي إلى دولة تعتمد اعتماد كلي على الدولة في توكيلك وتشريبك وتعليمك وصحتك وكل شيء. فالدولة تتوكل وتشرف فيك، فما عاد في عندك أنت الحق أنك تحاكمها أو تسألها أو حتى تحاسبها أو تشارك في من يحكمك، لأن لوكلك وشربك هو سيدك. الدولة هي توكلك وتشربك، وبالتالي أنت هذا أحد الأسس للديمقراطية، هو أنك أنت تدفع ضريبة تماما. وبالتالي أنت من حقك أنك أنت يعني تحدد. نعود إلى السؤال مرة أخرى، نعود إلى الواقع. الحديث يطول على هذا الموضوع، إن شاء الله تديروا حلقة ثانية ونتكلموا فيه. ولكن اللي هو السبب تذكرني سيد نبيل، والله ناسي. هو في المحصلة أستاذ سنوسي عندنا أدوات عبر المركز الليبي للدراسات ورسم السياسات، ربما تكون هو من يقود النقاش طالما هو متحمس لمسألة التحول الديمقراطي وما الذي يفعله. يصبح الأمر في يد السيد سنوسي في هذه الحالة. حتى نعود إلى 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 النقاش. نعم، نعود إلى النقاش مرة أخرى فيما يتعلق بمسألة حديث غوتيريش عن التنافس الإقليمي، عن حالة الصراع في ليبيا ما بين دول متداخلة أيا كانت أدوارها سلبية أم إيجابية. لكن أنا سؤالي انطلاقا من حديث غوتيريش، من الذي طور حالة هذا التنافس ما بين كل هذه الدول إلى أن يصبح الأمر مهدد لسيادة ليبيا ووحدتها أيضا؟ خليني نكلمك بالعمق أستاذ نبيل. يعني أنا من الناس اللي يعني ربما لا أريد أن أقول من القلائل، ولكن من الأولين اللي تكلموا على أن اتفاق الصخيرات كارثي على الدولة الليبية لأسباب موضوعية حقيقية من جانب فكري، وهو أنه قائم على أساس المحاصصة وقائم على أساس يسمون فيه consensus system أو consociational democratic system، قائم على أساس التوافق وحق النقد الفيتو. هذا خلق عجز للقوى السياسية عن أن يعني تخطو خطوات نحو المستقبل، من حيث أنك تكون يعني عندك يعني آليات واضحة للتغيير الديمقراطي. بالتالي أصبحت كل قوى سياسية لا ترى في التغيير يصف المصلحة، تستطيع عرقلة التغيير السياسي. هذا الأمر استغلته قوى سياسية دولية متدخلة بشكل مباشر في الشأن الداخلي الليبي. أنا أعتقد وكنت أنا أحد المعارضين لاتفاق الصخيرات، وقلت أن النظام البرلماني الموجود وإن اختلفنا على آليات انتخاب يعني مجلس النواب، أنا أعتقد أن فيه آلية لإصلاح الانسدادات السياسية. مثلا عندما تفقد الثقة الحكومة، تفقد الثقة ممكن أو يفشل البرلمان في تشكيل حكومة جديدة، يطلب حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات جديدة. ولكن احنا بدل أن نمشي بالآليات السياسية المتعارف عليها عالميا، قررنا أن احنا لا نمشي لاتفاق الصخيرات، وخرجنا بذلك الاتفاق المشوه اللي خلق عجز ساد نبيل وخلق جمود سياسي، ودخلنا في هذا الإرباك السياسي وعجزنا عن إحداث أي تغيير. اليوم الليبيين فقدوا الزمام المبادرة، فقدوا الإرادة السياسية، سيادة الدولة منتهكة، هناك قوة دولية متدخلة في الشأن الداخلي الليبي بتحالفها مع قوة سياسية مختلفة. وبالتالي اليوم قول لي الشعب الليبي وين في هذه المعادلة؟ الشعب الليبي غائب. عندك مشكلة مع الشعب يا سيد إبراهيم، وأنا جزء منه. مرة أخرى تعود إلى الشعب يا سيد إبراهيم. الشعب لديه من الأزمات ما يكفي. من يحكمون ومن يتنافسون على كرسي السلطة يفاقمون معيشته يوما بعد آخر. أنا لا أدافع عن الشعب، لكن هذا هو الواقع. المشكلة في النظام السياسي الذي تم تبنيه في اتفاق الصخيرات، القائم على المحاصصة وقائم على الديمقراطية التوافق، هذا خلق عجز للقوى السياسية. نعم. وفقدها الزمام المبادرة، وفقدها للإرادة السياسية، وأصبحت مرهونة لقوى سياسية دولية. سيد الخروج من هذا المأزق، أنا أعتقد أن المأزق خطير جدا، وخروج منه ليس لن يكون هينا. ونعطيك مثال، الوضع في العراق والوضع في لبنان. أنا أذكر أن مرة لبنان فشلوا في انتخاب رئيس مش عارف كم سنة،
فقط انتخاب رئيسه برغم ان صلاحياته جدا محدوده. ولا الوضع في ليبيا لا يختلف كثيرا عن الوضع في لبنان اليوم، فقط لتوضيح الصوره. واضح. سيد معتيق، المساله تغذيه هذا التنافس الاقليمي والدولي في الحاله الليبيه، هل هي الاطراف المحليه التي قدمت الاشارات لكل الأطراف الخارجية وهذه الأطراف تلقفتها تدخلت في الحالة الليبية حتى تحول الأمر إلى تنافس ما بينها، أم أن الأمر متعلق بمشاريع لكل دولة تريد تطبيقها في ليبيا أو تحول ليبيا نقطة انطلاق لتوسعها إقليميا أو حتى في داخل القارة الإفريقية تحديدا؟ نعم، هو سؤال متشعب وأتمنى أن تكون كريما معي في الوقت أخي نبيل. الوقت لك. بالنسبة لهذا التدخل الإقليمي، يعني بطبيعة الحال يعني السياسة في أو طبيعة العلاقات القائمة ما بين الدول في المجمل، العلاقات الدولية أساسها هو الصراع وكذلك تحقيق المصالح. أما مسألة المحبة والدول الشقيقة ودول صديقة وغيرها، هذه مصطلحات إعلامية للاستهلاك العالمي فقط، وبالتالي يعني كل العلاقات تقوم بين هذه الدول على أساس الصراع وتحقيق بقدر المستطاع أكبر فائدة لهذه الدول. بطبيعة الحال ليبيا منذ سنة 2011 مرت بالكثير من الظروف، وبالتالي جعلت الدولة ضعيفة وأفقدتها حتى الإرادة الوطنية، وتدخلت الأمم المتحدة عبر قرارات وعبر يعني البند السابع، ووضعت ليبيا يعني بقرارات ملزمة لها وكذلك للأطراف الدولية الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة بقرارات دولية ملزمة لهذه الأطراف. وبالتالي يعني حاولت بعض الدول التدخل من فهم وتفسير بعض هذه النصوص أيضا مع تماهي الأطراف الهشة، وكذلك كما ذكر الأستاذ إبراهيم غياب الإرادة الوطنية عند جموع الليبيين في عمليات سياسية يعني غير كاملة الديمقراطية أنتجت هذه الأجسام المشوهة، هذه الأنظمة الانتخابية مثلا على سبيل المثال التي شاهدناها في 2012 أو في 2014، وكذلك الاتفاق السياسي وكذلك اتفاق جنيف. كانت هناك نقاط جوهرية مهمة جدا كانت هشة جدا، خاصة بأن اتفاق الصخيرات كان موضوع أو حزمة من الإجراءات لفترة انتقالية محددة بإطار زمني، لكن كانت هذه الدول الإقليمية هي أول من أفشل هذا الاتفاق السياسي وتعاملت مع الأطراف الموازية سواء حكومة التني أو حفتر في ذلك الوقت، وكذلك يعني تعاملت مع مجلس النواب كأمر واقع غير منصوص عليه في الاتفاق السياسي، وحاولت أن تستغل وجود مثل هذه المناصب. أيضا الاتفاق جنيف كان حقيقة كارثة أخرى على الدولة الليبية، والإنتاج الذي خرجت به جنيف كان هشا إلى بعد الحدود. تخيل معي أن السيناريوهات في جنيف جرت أو سارت في مسارات أخرى لصالح تلك الدول الإقليمية، مثلا على سبيل المثال لو فازت ما كنا نسميها بقائمة الصقور، أنا متأكد بأن أول إجراء سيقوم به عقيلة صالح في ذلك الوقت هو حل مجلس النواب، لكن بعد أن خسر عقيلة صالح في تلك الجولة عاد إلى كرسيه، والآن نشاهد وضع سياسي هجين، يعني حتى المحاصة التي أقرتها تلك الاتفاقات لم تطبق، عقيلة صالح الآن لا يزال يعني متكرسا على مجلس النواب رغم أنها حصة المنطقة الجنوبية، والمجلس الرئاسي لا يزال أيضا من حصة المنطقة الشرقية، ولم يجرؤ المجلس الرئاسي على رغم حتى الزخم الذي شاهدناه في سنة في شهر 7 2023 والضغوط الشعبية من أجل حل مجلس النواب واتخاذ حزمة من الإجراءات التصليحية والتصحيحية في مسار العملية السياسية، لم يجرؤ على القيام بها، بعكس ما أن عقيلة صالح يعني نشاهد بأنه يقوم بحزمة أخرى، يعني يستغل الآن حتى بعض هذه الإجراءات من أجل هدم حتى اتفاقات المعززة بقرارات صادرة من مجلس الأمن. نعم سيد بسيكري، نقطة الملف الاقتصادي التي وردت في تقرير غوتيريش الذي يقول بأنه قرار الميزانية الصادر عن البرلمان يزيد الانقسام، ولكنه يبدو أنه أصبح ساريا على الأقل كما تشير الأرقام التي يقدمها المصرف المركزي. ما الواقع الجديد الذي يمكن أن يصنع مثل هكذا قرار
والمضي في أكثر. قرار تقصد ماذا؟ قرار الميزانية وصرفه في ظل هذه الظروف الحالية، عدم التوافق الكبير على إقرارها بالأرقام التي وردت فيها. وواضح أن مجلس النواب ورئاسته مصرين على هذا المسار باعتبار أن الميزانية كانت واضحة في البنود الإضافية فيها اللي عظمت من قيمتها وانتقلت من 125 مليار ميزانية السنة الماضية إلى 179 مليار هي فكرة تقاسم جزء من الموارد ما بين الحكومات الرئيسية اللي تمثل جبهات في الشرق والغرب وليصبح لكل منها براح تنفق فيما تشاء. وهو أكد على هذه المسألة في حديثه الأخير علي صالح بقوله مسألة توزيع الموارد ما بين الأقاليم هذه أساسية، وكأنه يقول أن نحن ماضون فيما أقدمنا عليه في قرار الميزانية الجديدة. فلا أعتقد بأن وكل المعطيات الراهنة المواقف والتشدد حولها حالة الانقسام اللي بدأت تنتقل وتتكرس أكثر فأكثر يوما بعد يوم أعتقد بأنها ستبرر ذلك. ولاحظ بأن المنتظم الدولي البعثة والأطراف الدولية يبدو أنها مقتنعة بهذه الفكرة، فكرة أنك أنت توزع الموارد ما بين الأقاليم الثلاثة. كيف الآلية هذه مسألة أخرى، ولكن كفكرة منطلقة عقيل صراحة يستغل هذه الحالة ويحاول أن يجعل منها أمر واقع. يبدو أنه في تفاهمات حتى مع أطراف، لكن الأرقام بالنسبة للمصرف المركزي يبدو وكأنه بدأ فعليا في صرف الميزانية. لو ضربت لك مثالا بمسألة بند التنمية، ما كان قبل أشهر على الأقل في بيانات المركزي الشهر الماضي كان صفر بند التنمية، لكن لو أتينا إلى الشهر الحالي ذكره المركزي بأنه ما صرف لباب التنمية 160 مليون. كذلك أيضا التسييرية فقط نتحدث الأرقام على أنه فقط مليار ما صرف في شهر يونيو. وبالتالي أنه موقف المركزي في هذه الحالة أن يصرف الأموال دون أن تحقق هذه الميزانية التوافق السياسي المطلوب، هذا الأمر ما مرده؟ يعني هو بالنسبة للمصرف المركزي ليس معنيا بالتوافق، وإلى أي درجة يمكن أن تحقق الميزانية بتقسمها ما بين السلطتين؟ لا حتى يكون الأمر قانوني بامتياز فقط، إن لم يكن بتوافق سياسي حقيقي يكون الأمر بقانوني ويحظى بالقبول. أنا أعتقد بأنه المصرف المركزي جر إلى هذه المعادلة المعقدة جدا واللي أثارها ستكون خطيرة وستكرس حالة الانقسام، جر إليها من قبل الأطراف الدولية وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية، وإلا ما كان يمكن أن يدخل في هذه المعمعة. معروف موقف المصرف المركزي عندما يتشبث لا يستطيع أحد أن يفرض عليه شيء، ولكن تشبث قائم على دعم أمريكي. يبدو أن الأمريكان مقتنعين بفكرة أنه والله بيش تخفف الأزمة وتنزع فتيل التنازع واشتعال حرب من جديد، ضوق الجميع الفلوس، عطي الجميع، قسم الأموال ما بين الأطراف المتنازعة. يبدو أنه أقنع المصرف المركزي بذلك. لكن المصرف المركزي كيف ما نقوله إحنا بالعام يأكل ويقيس. لاحظ أنه أمس في بيان يقول والله في 800 مليون دولار طرفت من قبل الحكومة الموازية ولا يعرف مصدرها من أين. فهو يعني يقدم خطوة ويؤخر خطوة، وهذا راجع إلى الضغوط التي تمارس عليه ومستعليه الضغوط من الغرب الليبي، وفي قلق من أنه والله ينطلق بهذه الأموال وقد تكون سبب في أنه يتقوى الطرف الخصم في الشرق ويعيد كرة الهجوم على الغرب من جديد. سيد هيبة، في ذات النقطة أنقل لك أو أقتبس لك ما ذكره غوتيريش الذي يقول بأنه البلد غني لكن الشعب يعاني. هذه المعاناة قد تبدو تراكمية في نظر الكثيرين، منطلقة أساسا من انخفاض قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، مرتبطة أيضا بطباعة العملة الأجنبية في أكثر من مناسبة بالابتعاد عن السلطة الموجودة في طرابلس تحديدا المركزي، أيضا إيقاف ضخ النفط في أكثر من مناسبة آخرها ما قام به نجل حفتر صدام من إغلاق حقل الشرارة لاعتبارات ولأسباب كانت واضحة على الأقل مرتبطة بمذكرة القبض التي صدرت في حقه من قبل إسبانيا. أمام هذا التأسيس أي طرف اليوم يتحمل مسؤولية ما يعانيه الشعب؟ لا ما تقوليش الشعب نفسه في هذه الحالة أيضا، لأن الشعب متضرر، لا أعتقد أنه سيفاقم أزماته.
والله انا منحاز اقل شيء لوالدتي ولاهلي، عرفت؟ فانا جزء من الشعب. هي انت دائما تريد ان تحدد المسؤوليه، ودائما تبين نقول لك البرلمان هو المسؤول ولا حفتر هو المسؤول. انا مش هنقول لها لك الكلمه، لكن لا اضع الكلام في فمك، على الاقل تشخص لي الحاله. انت تقدر ماذا يجب ان يقال، لكن على الاقل شخص لي الحاله. كلامك فيه كثير من العموميات. ايه كلامك صحيح. وأستاذ نبيل، شوف السبب الوضع الاقتصادي، اتراح الاقتصادي اللي احنا فيه، هو عجز عن توحيد البلاد، عن ان يكون لنا حكومه موحده، عن ان يكون لنا برلمان واحد، عن يكون لنا جيش واحد، عن يكون لنا قوه امنيه واحده، عن تكون لنا القدره على حمايه حدودنا وكفح التدخلات الخارجيه، عدم رهن سيادتنا كليبيين للخارج. هذه الأسباب الحقيقية سيد نبيل، الأخرى كلها تفاصيل. الأشياء الأخرى تكلم عليها أنت، هذه كلها تفاصيل لا تعني شيء. أما إذا 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 نحن الليبيين، اللي هي دولة زي ما قلت أنت دولة نفطية وشعب ليبي كبير وبال يعني بالإمكانيات النفطية المحدودة الموجودة في ليبيا، ممكن كنا نعيش بحال أفضل. ولكن بسبب هذه الفوضى اللي احنا نعيش فيها، السياسية الأمنية، الفساد، هنزيدك من شعر بيت، الفساد الاقتصادي الموجود ونهب المال العام. يعني انت احنا بدل ما ننفق هذه الأموال اللي 99% من النفط على الاستثمار في البشر وعلى الاستثمار الاقتصادي، ننفق فيها على السلاح. سيد نبيل، تلقى شاب صغير عمره 17-18 سنة راكب في سيارة مدرعة تسوى مليون. المليون هذا اللي لو يعطوه لا مليون كاش هو بدل السيارة المدرعة، يعني يكفل له حياة كريمة لي ولأهله كله، وأهله ويتجوز ويقرأ ويتعلم ويتحصل على أحسن هيلث كير يعني. فبالتالي احنا يعني نعيش في فوضى أستاذ نبيل، والفوضى اللي احنا نعيش فيها هي اللي قادتنا إلى هذا الانهيار الاقتصادي، واللي نبكوا عليه اليوم. أنا أعتقد أن القادم هيكون أمر وأسوأ إذا استمرينا في هذا الوضع، لأن الدول اليوم زي ما قال الأستاذ السنوسي وأنا أتفق معه، أن الدول تهمها يعني مسائل معينة، مسائل كثيرة، ولكن أحد المسائل المهمة اللي تهم الدول هو الجانب الاقتصادي وجانب الاستثمارات اللي بعض الدول غامرت به في ليبيا. بعض الدول مثل مصر، مثل تركيا، يعني حاولت ان يعني تستثمر في ليبيا، ترسل شركاتها للقيام ببعض المشاريع، ليست استثمارات خارجيه ولكن لتنفيذ مشاريع محليه. هذه الدول مصلحتها ان تتحصل على يعني على استحقاقاتها من هذه الاموال، وبالتالي تم الاتفاق ضمنيا على ان يتم تقاسم واردات النفط منذ فتره طويله، لانه منذ ان تم اتفاق الليبيين على تقاسم واردات النفط، وإن كان بشكل عادل أو غير عادل بشكل أو بآخر، يعني حدث نوع من السلم الأهلي في البلاد. يعني قبل ما يتم الاتفاق على واردات النفط، يعني دخلت البلاد في فوضى، وآخرها حرب طرابلس. هي حرب طرابلس السبب الرئيسي فيها هو السيد السراج، اللي يعني قاد حصارا خانقا على برقة وفزان، بغية تركيا الجيش الليبي، وبغية تركيا السيد حفتر، بغية إخضاع بقية البلاد بالقوة العسكرية. واضح. وبالتالي دخلنا في فوضى وغيرها من المسائل. وبالتالي سيد نبيل، انا اعتقد ان الوضع الاقتصادي لا يمكن اصلاحه في البلاد بدون ان تكون لدينا حكومه موحده، بدون ان يكون لدينا برلمان موحد، بدون ان يكون لدينا جيش موحد، بدون يكون لدينا اجهزة امنيه موحده، بدون ما نتخلص من كويس سيد ابراهيم السلاح، السلاح المنتشر في البلاد، يعني عند القبائل وعند العائلات وعند الجهويات وعند المدن، وكل واحد يرفع في سلاح وحيسيطر على بير نفط، وحيسيطر على بوابه، وحيسيطر على منفذ، وحيسيطر على ياخذ اتاوى من الناس. انت الاقتصاد يمشي في المحصله. في المحصله خرجت منك على الاقل بموقف واضح ضد اي طرف، حتى وان كان هذا الموقف محتاج الى اسئله حتى يتم تفكيكه، لأنه متعلق بمسألة أنه حكومة الوفاق خنقت الجيش، مارست بعض الممارسات على برقة وفزان. هذا الأمر يعني محتاج إلى تفصيل، لكن في المحصلة على الأقل خرجت منك بموقف. هذا يكفي. أنا مع احترامي لي، طيب خلينا نمشي فقط لضيفي. وصل إلى السلطة في ليبيا، هو شخص يعني كان
لا يمتلك أدنى خبرة لقيادة البلاد للأسف الشديد. واضح وأدخل تماما البلاد سيد إبراهيم. في هذه الأزمة الاقتصادية اللي احنا فيها هو كان السبب الرئيسي فيها. والباقون كانوا والباقون كانوا حمامات سلام، حمام سلام. لا لا هو يذهب الليبيين إلى الوئام وخرب هذا المزاج، هذا المزاج السليم خربه فائز السراج. والباقون للأسف لا 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 سيد نبيل، أول مرة هذه انتقائية سيد إبراهيم، هذه انتقائية سيد إبراهيم. أنا قد أقبلها منك يا سيد إبراهيم. يصل الدولار إلى 9 دينار في عهد السراج، صدقا يا سيد إبراهيم. الاقتصاد الذي حدث في عهد إدارة السراج لم يسبق له لم يسبق له هناك هناك مشكله متعلقه بطباعه العمله يا سيد ابراهيم، راح ضحيتها يعني عشرات او مئات من الاشخاص، والدمار اللي حدث في طرابلس سببه السيد سراج. يا سيد ابراهيم هناك مساله متعلقه بطباعه العمله في روسيا اضرت بالسوق الليبي بقيمه كلها لكنك لم تذكرها يعني طالما هي كلها يا سيد ابراهيم لم تذكرها. هذه كلها تفاصيل. لماذا لم تذكرها؟ عندما يتعلق الامر بمن تناصرهم تبقى تفاصيل، وعندما يتعلق بخصومك الامر يبقى لب التوصيل. واضح يا سيد ابراهيم. انا لا اقول احد سيد ابراهيم، لكن قلت لك انا سبب من تميل لهم يا سيد توحيد البلاد، من تميل لتوجههم واحد جيش واحد سيد ميتيك واحده تقود الى هذه الفوضى اللي احنا فيها. سيد ميتيك الهواء لك في دقيقتين على الاقل ان سمح لنا الوقت بذلك، واتمنى نكون معك كريم هذه المره. متعلقه بمن يتحمل اكثر المسؤوليه في جانب انه جعل الشعب يعيش في مثل هكذا معاناه، يبحث عن السيولة من بنك لآخر ولا يجدها. نعم أنت دائما كريم أخي نبيل. سيد إبراهيم عين الرضا عن كل عيب كليلة، فبالتالي كل مشاكل ليبيا يعني اختصرها في شخص فايز السراج، وتناسى بأن فايز السراج يعني ما جاء إلا في مرحلة وسيطة حكومة للوفاق ما بين طرفين متصارعين، وسبب الأزمة الرئيسية في تلك الحرب هي من قفز إلى المشهد من الساحات الخلفية وجمد الإعلان الدستوري وحاول يعني محاولة انقلابية تلفزيونية، وحاول أيضا أن يحشد وداهم البيوت وقام بعمليات اغتيال، وأيضا يعني الآن أصبح فائز السراج هو المسؤول عن الضحايا، وهو من جاء بالطيران المصري والإماراتي وقصف الكلية العسكرية وقصف الأطفال والمدنيين في طرابلس والمدن في غرب ليبيا، وهو من فتح المسالك أمام الإرهابيين دعوا يكمل يا سيد إبراهيم. هو لن يقاطع صراحة، دعوا يكمل. أخذت وقتك الكافي عدوني يا سيد إبراهيم، فقط السيد رمضان هذا وقته الآن. تفضل سيد رمضان. تفضل سيد رمضان. أنا آسف سيد رمضان. شكرا لتفاهمك سيد إبراهيم. فبالتالي فايز السراج جاء من ضمن الاتفاق يعني لمحاولة الموائمة، وأول من قفز وأول من رفض هذا الاتفاق هو خليفة حفتر وعقيلة صالح، الذي رفض حتى جلسات يعني لمحاولة دسرة الاتفاق السياسي. ذهب فايز السراج وتلك المرحلة أول من نقض يعني اتفاق جنيف، ولا يزال يحاول هو عقيلة صالح ومجلس النواب المزعوم، الذي مجلس النواب وضع يعني هو جسم أمر واقع وليس هو الجسم الحقيقي المنصوص عليه في الاتفاق السياسي بالمناسبة. بالتالي من أفسد يعني العملية الاقتصادية أيضا من قفل الحقول النفط ولا يزال يقفلها ويهدد بقطع يعني المونة على الليبيين، أيضا من طبع المليارات في روسيا، من جاء بالفاغنر، من كل ذلك يعني لا تشاهده وتشاهد فقط فايز السراج الذي أصبح الآن خارج العملية السياسية. يعني نحن هنا لسنا في صدد الدفاع عن أحد، ولكن نحن نتحدث عن أن المفسدين في العملية السياسية الذين لا يزالون يرزحون على الشعب الليبي كخليفة حفتر وعقيلة صالح، طالما أنهم موجودون في المشهد السياسي الليبي لن تكون هناك فعلا لا وفاق
ولا تزال يعني عملية وقف إطلاق النار الهشة ربما أن تنهار في أي لحظة. بالتالي نعم. الآن الشعب هو المسؤول عن إخراج كل هذه الأجسام الهشة وتوحيد الدولة الليبية. شكرا بعيدا عن جزيلا لك سيد رمضان ميتيق الكاتب والصحفي، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من مصادة، كما أشكر ضيفي الكريمين كان معنا عبر سكايب من إسطنبول المدير المركز الليبي للدراسات ورسم السياسات السيد السوسي بسيكري، وضيفي أيضا من واشنطن كان معنا سيد إبراهيم هيبة أستاذ العلاقات الدولية والسياسات المقارنة. نشكركم مشاهدينا على طيب وكرم المتابعة، دمتم بخير.